الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. تصحيص للأستاذ مجدي متولي نقيب محامين شمال الشرقية وليس مقعد أو جنوب الشرقية. معالي النقيب الأستاذ سامح عاشور نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، السادة أعضاء النقابة العامة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية باسمكم جميعا أرحب بهم في بلدهم محافظة الشرقية. محافظة الشرقية عاصمة مصر القديمة، محافظة الشرقية التي ولد فيها سيدنا موسى عليه السلام وكانت مضيفة لسيدنا يوسف، ومصار العائلة الكريمة السيدة مريم ونجلها وابنها عيسى عليهم السلام. فأهلا وسهلا بكم جميعا في أرض الشرقية. ولا يفوتني أن أتذكر وأذكر السادة الزملاء بأن الشرقية هي أرض العظماء، أرض أحمد عرابي وطلعت حرب ومجدي يعقوب ومصطفى السيد وفاروق الباز وإلى آخر القامات التي أنجبتها الشرقية. ولكن يحضرني أن أذكركم وأذكر نفسي بقامات النقابة في الشرقية وعلى رأسهم الأستاذ حمودة زيور والأستاذ محمد حسن والأستاذ الهادي بن سلامي والأستاذ عاكف جاد والأستاذ عبد السلام برزق رحمة الله عليهم جميعا. في حضور معالي النقيب الأستاذ سامح عاشور فهو حضر اليوم ليكون اللقاء مباشرا بإنجازاته وبصماته في نقابة المحامين. نقابة المحامين المصرية إذا ذكرت فلا بد أن يذكر معها اسم الأستاذ سامح عاشور. بصماته الأوضح بالنسبة لي هي كانت إدراج مهنة المحاماة في الدستور المصري، وهي نادرا ما تحدث في الدساتير في العالم. النقطة الثانية هو قائد ثورة التصحيح في نقابة المحامين عندما تم استبعاد المحامين غير الممارسين وأصحاب التعليم المفتوح. وأضيف يمكن هي ثغرة ما يعرفهاش الكثير لكن أصحاب المعاشات، لأن نقابة المحامين كانت بتورث المحامي اللي مالوش ورثة. النهارده آخر ابن للمحامي المتوفي أصبح يستحق هذا المعاش. هذا في المجال العام. أما في مجال الخاص وهو الخاص بنقابة محامين شمال الشرقية والتي أشرف أن أكون أول نقيب لها، فكانت له إنجازاته كاملة وتحت رعايته المباشرة. وطبعا أنا هلخصهم لأن 1 2 3 4 بطبيعة الحال أذكر. أولا تم تجديد كافة غرف المحامين بشمال الشرقية على أحدث طراز وعلى أحدث مستوى برعاية كاملة منه، وكانت هذه نقدر نقول غير مسبوقة يمكن في أي مكان تاني، ولكن هو شاف بنفسه وكانت النقلة النوعية لهذه الخدمة. 2 تم تركيب شاشات إلكترونية رابطة من غرف المحامين وقاعات الجلسات في جميع غرف المحامين وقاعات الجلسات الشرعية، والتي لم يتم فيها الربط يتم ربطها حاليا. 3 كان لي شرف إعداد كتاب الجامع للقوانين العامة والدستور المصري هذا العام، وكان برعاية برضو الأستاذ سامح عاشور. طبعنا منه 3000 نسخة تم توزيعها على شمال وجنوب الشرقية، وإن كان لنا عمر إن شاء الله طبعا ننسخ الكتاب الثاني اللي كنت أصدرته في 2010، وهو بيجمع القوانين العامة مرافعات ومدن وإجراءات وعقوبات إلى آخره. النقطة الرابعة أو الخامسة كانت من خلال الأستاذ سامح وتوجيهاته بطبيعة الحال. كنا تسلمنا غرفة المحامين بالصلاحية، وكان شكري من خلال سامح لمعالي المستشار علاء الخولي لأنه كان صاحب فضل في حل نزاعات كتير بين الهيئات القضائية وبين المحامين، وكنت أصرف معه وكان رجل على قمة الأخلاق وكان من سلمني هذه الغرفة. برضو الشكر موصول لمعالي المستشار الحالي صلاح أبو الفتوح الذي لم يتوانى لحظة في حل كافة المشاكل، وكانت من أهمها مشكلة غرفة الحسنية، وكانت له قولة مشهورة عندما طلب من رئيس محكمة الحسنية سمير زكي بي سمير افتح كل الغرف للمحامين يختاروا الأوضة اللي هم عاوزينها،
ما عدا طبعا الحفظ وايه الخزنه، لانهم مصممين من الاساس ليكونوا خزنه وحفظ. نشير قبل الاخر او الاخر ان احنا النهارده معالي النقيب مشكله ابو كبير تحدد لها 25/3/2020 لنظر امام محكمه النقد. ربنا يطمنهم، يطمنا ان شاء الله تكون معاليك مشكل لجنه للدفاع عن هؤلاء الزملاء المحامين. واخيرا طلبي من معالي النقيب والساده اعضاء النقابه العامه هو انني كنت تقدمت بطلب نقل النقاب الشمال الشرقيه الى هيهيه، وتقدمت بطلبين ولا زال الطلبين معروضين امام المجلس وامام حضراتكم. اتمنى من الله العلي القدير ان يسدد خطاكم لما فيه ارضاكم. اكتفي بهذا، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.